بسم الله الرحمن الرحيم، سنة رابعة، أهلا بكم. النهاردة هنكمل الجزء الثاني من نص نور القمر للشاعر معاطي نصر. هنقرأ النص من أوله لآخره عشان نربطه ببعض. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضات أو شاطئ، في نزهات أو في سفر، بدر تلألأ كالدور وسط الدجى يهدي البشر، في النهر يرسم لوحات يهدي لنا أحلى الصور، كم سرانا طول النظر، كم سرانا ضوء القمر. خد بالك أنا عاملة لك سهمين على البيتين اللي النهاردة إن شاء الله هاخدهم. بعيد تاني يا سنة رابعة إن النص اللي معايا للشاعر معاطي نصر. النص نور القمر للشاعر معاطي نصر. طيب الشاعر بيكمل تغزله في القمر وانه هو قد ايه جميل، وانه هو بيسعد بضوئه وبيحب نوره زي ما قلنا في الاماكن اللي هو ذكرها فوق في النص، فوق الربا تحت الشجر، في حديقه او على الشاطئ، في خروجه للنزهه او حتى في السفر. بص معايا للبيت الثالث وقال: بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر. بص انا بقرب لك ازاي على يهدي، شايف الياء المفتوحه ازاي، وقلت يهدي اي انه يرشد ويدل، يدل الناس على طريق في السفر او في الترحال. نيجي للجديد بيقول: في النهر يرسم لوحه يتخيل الشاعر. طبعا ده هنا ده خيال يا سنه رابعه مش حقيقه، ان القمر يرسم. يرسم ايه؟ يرسم لوحه. اللوحه دي لايه؟ لصورته الجميله على صفحة الماء، وهو كده نوره هو ساطع، وهو قمر ليلة 14، فبيبقى نازل الضوء بتاعه كأنها سلاسل من فضة تتلألأ على صفحة الماء. بص بقى يهدي، يهدي شايفين بضم الياء، يهدي أي يعطي بلا مقابل. فاكرين لما خدناها أن الهدية أهداه أعطاه بلا مقابل، فهنا القمر يهدي للبشر صورته الجميلة فوق صفحة الماء بدون أي مقابل. كم سرنا، كم هنا للكثرة هتعرفها إن شاء الله بعد كده. كم سرنا، كم أسعدنا، كم أسعدنا وأدخل على قلوبنا السرور طول النظر، طول التأمل في جمال القمر. كم سرنا ضوء القمر نوره وأشعته البيضاء اللي كأنها فضية، سلاسل فضية نازلة من السماء. يبقى تاني هعيد يا سنة رابعة: الشاعر يتخيل القمر إنسان يرسم لوحة لصورته الجميلة في الماء، ويهدي لنا هذه الصورة الجميلة. قد إيه هو أسعدنا، وقد إيه هو سرنا بنوره الجميل. يبقى تاني يا سنة رابعة، أدي النص كله على بعضه أهو. طبعا هنقراه كذا مرة عشان نحفظه، هقراه لك آخر مرة بصوتي. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضات أو شاطئ، في نزهات أو في سفر، بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر، في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور، كم سرانا طول النظر، كم سرانا ضوء القمر. كده خلصنا النص. نبص على اللغويات زي ما احنا عارفين ومعتدين، بناخد الكلمة بالمعنى بالمضاد ولو لها مفرد أو جمع. يهدي أي يعطي بلا مقابل، يهدي يعطي بلا مقابل، طبعا ده فعل والمضاد يأخذ. أحلى معناها أجمل أو أروع، والمضاد أقبح. سرنا أسعدنا، أدخل على قلوبنا السرور، والمضاد أحزننا. ضوء نور، ضوء نور. نيجي للمفرد والجمع. النهر جمعها الأنهار، لوحة جمعها لوحات، طول أطوال النظر الأنظار، ضوء أضواء، القمر الأقمار. كلمة واحدة معايا جمع في النشيد: الصور مفردها الصورة. يبقى كده أدي اللغويات معاك كاملة متكاملة، المعنى والمضاد والمفرد والجمع. طيب نعيد تاني سنة رابعة، تاني النص: الشاعر يتخيل القمر رسام يرسم لوحة لصورته الجميلة على صفحة الماء، ويهدي لنا هذه الصور الجميلة. قد إيه أسعدنا التأمل في شكل القمر، قد إيه أسعدنا ضوء القمر. طب يا سنة رابعة زي ما احنا معتدين ندخل على المناقشة.
أين يرسم القمر صورته؟ زي ما أنا عارفة بجيب من أول بيت معايا، أين يرسم القمر صورته؟ على صفحة ماء النهر. أين يرسم القمر صورته؟ على صفحة ماء النهر. ماذا يهدي لنا القمر؟ أحلى الصور. ماذا يهدي لنا القمر؟ أحلى الصور. ما أثر ضوء القمر على الناس؟ يسعدهم ويسرهم، يدخل على قلبهم السرور. زي ما معودين يا سنة رابعة وزي ما معوداكم، بص معايا للقمر، يهدي ويهدي، الكلمتين اللي جم معايا في النشيد. يهدي البشر ويرشدهم وسط الظلمات، يهدي لنا أحلى الصور له. تاني، القمر يهدي البشر ويرشدهم وسط الظلمات، يهدي لنا أحلى الصور. بكده إحنا أخذنا النشيد الجزء الثاني بالمفردات واللغويات بتاعته بالمناقشة بالملحوظة اللي أنا حطيتها على يهدي ويهدي. بسم الله. بنكمل يا سنة رابعة اللغويات، بنكمل يا سنة رابعة قرائية النشيد زي ما احنا متعودين. انا هاخد هنا القرائية كلها على بعضها. طيب، القمر، شبكة المفردات للقمر زي ما انت شايف، سماء، شمس، ضوء، ليل. واحد يقول لي مجموعة شمسية، واحد يقول لي سحاب، واحد يقول لي ضوء ابيض، واحد يقول لي شهر عربي، كله تمام. طيب، الشجر، أزهار، أغصان، حدائق، ثمار، أي كلمة تصلح، تمام. روضة، روضة يعني أشجار، أنا قلت روضة يعني حديقة أو بستان. أزهار، فراشات، قمر، النهر، صياد، ماء عذب، مركب، أسماك. دي كده شبكة المفردات اللي أنا قلت أعملها على النص. طيب، نبص على خريطة المفردات. أحببته، أحببته ده فعل، معناها هويت، والمضاد كرهت، والجملة أحببت نور القمر. طيب، الدجى، الدجى يعني الظلمات، ومضادها الأنوار، وهي اسم. وسط الدجى يهدي البشر. تلألأ أي لمع، ما هي فاعل معناها لمع، مضادها بهت، بدر تلألأ كالدرر. يهدي، خد بالك من يهدي، شايف الياء مفتوحه ازاي؟ ميس هو هيجي لي في الامتحان حاطط لي الياء عليها فتحه او عليها ضمه؟ ايوه يا حبيبي، لان الفتحه او الضمه بتغير المعنى. يهدي هنا فاعل بمعنى يرشد، والمضاد يضل، خد بالك يضل بالضاد، تمام؟ يهدي البشر. خد بقى اختها، يهدي، يهدي، الاولى كانت يهدي، هنا يهدي، وهي فعل يعطي بلا مقابل، يأوى المضاد يأخذ، يهدي لنا أحلى الصور. بنكمل يا سنة رابعة القرائية اللي معايا وعندي المعاني المتعددة. أحببت نور القمر، معنى نور القمر هنا يا أحببت نورك يا قمر، هنا ومعايا يا قمر تعالي بسرعة، حطيت لي خط تحت يا قمر ويا قمر. قمر في السطر الأول هو تابع في المجموعة الشمسية، ويا قمر هنا اسم بنت. رقم 2، في روضة أو شاطئ، وروضة طالبة مثالية. في روضة أو شاطئ اللي جاية معايا في النص ما معنى حديقة أو بستان، وروضة طالبة مثالية هو اسم بنت. بدر تلألأ كالدرر، وبدر هو التلميذ المثالي. بدر هو القمر ليلة اكتماله، وبدر هو اسم ولد. طبعا احنا عارفين ان في المعاني المتعددة بحط لك خط تحت كلمتين، الكلمتين نفس النطق ونفس التشكيل، ولكن في المثال الاول بيبقى ليها معنى والمثال الثاني معنى اخر. بكده سنة رابعة الحمد لله اتمينا القرائية لهذا النص، يبقى لم يتبقى لي سوى مواطن جمال الجزء الثاني. في النهر يرسم لوحتك، في النهر يرسم لوحة، قال لي تعبير جميل بيتخيل الشعر القمر فنان، بتخيله فنان، قلت لك ده هنا خيال، هو القمر مش بيرسم، يبقى هتقول لي تعبير جميل يتخيل الشعر القمر فنان يرسم صورته
على صفحة الماء. تاني تعبير جميل، يتخيل الشاعر القمر فنان يرسم صورته على صفحة الماء. اتنين يهدي لنا أحلى الصور. طبعا تعبير جميل، يتخيل الشاعر القمر إنسان يقدم للناس صورته هدية. كم سرنا، تعبير جميل يدل على إسعاد القمر للناس، وتكرار كم سرنا للتوكيد. يبقى تاني مواطن الجمال، قلت في النهر يرسم لوحة، اهي قدامك. تعبير جميل، يتخيل الشاعر القمر فنان يرسم صورته على الماء. يهدي، تعبير جميل يتخيل الشاعر القمر إنسان يهدي للناس صورته هدية. كم سرنا، تعبير جميل يدل على إسعاد القمر للناس، وتكرارها مرتين في البيت الأخير للتوكيد. سنة رابعة حبيت ألملك النشيد في الآخر زي ما احنا متعودين. الشاعر يحب نور القمر في ستة أماكن: فوق الربا، تحت الشجر، في روضة، على الشاطئ، في نزهة، في سفر. تاني، الشاعر يحب نور القمر في ستة أماكن: فوق الربا، تحت الشجر، في روضة، على الشاطئ، في نزهة، أو في سفر. طيب الشاعر يشبه القمر باللآلة الكبيرة. بص معايا سنة رابعة هنا لما قال بدر تلألأ كالدرر، شايف الكاف دي؟ شايف الكاف دي؟ الكاف دي معايا للتشبيه، يشبه القمر ليلة اكتماله بالبدر، أو بيقول إن هو بدر يشبه اللآلة الكبيرة. فالشاعر هنا يشبه القمر باللآلة الكبيرة. آخر حاجة، الشاعر يتخيل القمر فنان يرسم صورته. الشاعر يتخيل القمر إنسان يهدي الناس صورته. دي مواطن الجمال اللي معايا. بكده سنة رابعة الحمد لله أتمينا النص اللي معايا اللي هو نور القمر للشاعر معاطي نصر، وآدي النص من أوله لكله معايا على بعض. طبعا النص ده حفظ، تمام. الواجب معاك كتابة مواطن الجمال مرة، وإن شاء الله المرة الجاية هنحل أسئلة الكتاب.